السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة تاع أم خولة. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. غادي نقترح اليوم عليكم واحد طبق معروف نتاع اللحم بالفريت والزيتون. غادي ندوزو المقادير. كاين عندنا اللحم على حسب أفراد العائلة، المعدنوس، كاين عندنا التومة معلقة ونص، ثلاثة ديال البصلات مشلضين، كاين عندنا الملح على حسب الذوق، معلقة صغيرة نتاع الخرقوم، معلقة ونص نتاع السكينجبير، معلقة معمرش نتاع الإبزار، معلقة معمرش نتاع المروزية نتاع اللحم، زعفران ملوين، وضمة ديال البنة ديال الزعفران الحر. وغادي ندوزو الطريقة. بسم الله. غادي نبداو نستسمح، راني ما قلتلكمش الماء. غادي نديرو شوية ديال الماء، غادي نديرو العطرية ديالنا، سكينجبير، إبزار، المروزية، الملوين، الملحة، والضمة ديال الخرقوم، ديال الزعفران الحر والخرقوم. طنجره نتاع الضغط غادي نديرو اللحم ديالنا. الزيت ما كنديروش درك، كنديرو حتى الاخر. كندير البصله، غادي نديرو على نار مهيله، نخلي هاد البصله تشحر مع اللحم. بعد ما تشحرنا اللحم مع البصله على نار مهيله تشحر مزيان، كنديروا واحد نص كاس زيت الزيتون مع زيت المائده، كنديروا انا حتى الاخر، كنديروش في الاول. غادي نزيد المعدنوس مربط، وغادي ندير الماء الكافي. غادي نبلعو على الطنجره ديالنا حتى يطيب لنا اللحم. هذه هي المرقه ديالنا وجدات. غادي نسوقو الفريت ديالنا، كندير فيها الخل والملحة. هاهي الفريت كتغلي غير واحد شوية، كنحيدوها نصفيوها نقليوها. هاهي الفريت كنديرو لها الطحين وكندير لها شوية الملحة وكنقليوها. هذا الزيتون ديالنا وجدناه، درنا فيه شويه سنيده وشويه المرقه وتسلق شويه.
ها اللحم ديالنا وجد، ها الزيتون وجد، وها الفريت وجدات. غادي نوريكم الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا.